اهلا بكم بموضوعات جافا سكريبت عامة. فموضوع اليوم هو اننا سنقوم بتنقية او تصفية عناصر الاراي، والان سنرى ماذا اعني بذلك. فمثلا لو كان لدينا هذه الاراي الموجودة هنا، ففيها null، فيها null، فيها one، فيها zero، فيها false، فيها null، وفيها ايضا قيمة غير معرفة. فإذا أردت مثلا أن أقوم بتصفية عناصر هذه الأراي، فقط أريد القيم الصحيحة. أكيد دائما هنالك طرق كثيرة للقيام بنفس الموضوع، لكن الفكرة أن نتعلم الطريقة الأسهل أو الأسرع. فبكل بساطة يمكن أن نستخدم فلتر على هذه الأراي، ونقول فقط من فلتر أعد لي القيم الصحيحة أو لترو. فإذا لاحظوا سيعيد لي فقط واحد. فإذا من خلال الفلتر قام بحذف الزيرو، قام بحذف الفولس، النل، الانديفايند، لأن بكل بساطة قيمة الزيرو بالنسبة لجافا سكريبت هي فولس، قيمة البوليان يعني للزيرو، وقيمة الفولس هي بالتأكيد فولس، وقيمة النل بالنسبة ل قيمة البوليان بالنسبة لجافا سكريبت هي فولس، وأيضا قيمة ال undefined بالنسبة لجافا سكريبت هي false. فمن خلال كتابة هذا الموضوع أو القيام بفلتر، هو بكل بساطة نحن قلنا أن x كل عنصر قم بالدوران أو قم بمعاملة كل عنصر من هذه الأراي على حدة، فخذ أولا النال، فالآن x هي نال. هل نال هي true؟ فإذا لا، لن يعيدها. هل نال هذه true؟ لا. هل واحد هي true؟ نعم. هل zero true؟ لا. هل فوز true؟ لا. null لا. undefined لا. وبالتالي أعاد لنا فقط واحد. فإذا مثال آخر للتدريب، فمثلا ما لدينا array، لدينا array 2 مثلا هنا، وأدخلنا فيها قيم مثلا، هنا لدينا undefined، لدينا هنا 2، لدينا 5، لدينا هاي أو قول أعرف الشيء الذي كتبته. الآن إذا أردت أن أصفي هذه العناصر، فإذا فلتر X وانتهينا. فالآن لاحظوا أعاد لي النمبرز والسترينج، لأن هذه قيم صحيحة. فإذا هذا كله لموضوعات جافا سكريبت عامة. أتمنى أنكم استفدتم، ونلتقي لاحقا. مع السلامة.